مشاهدينا الكرام، اهلا بكم في هذه التغطيه عبر قناه الجزيره مباشر، حيث نتابع واياكم مجريات الاحداث في قطاع غزه في ظل التصعيد الخطير الحاصل الان في القطاع. طبعا كما كان متوقعا ان المقاومه الفلسطينيه كانت سترد على ما حصل مؤخرا من محاوله من قبل الاحتلال الاسرائيلي للتسلل البارحه او امس، حيث في ساعات المساء كانت هناك قوه خاصه حاولت التسلل لاغراض استخباراتيه جوبهت من قبل المقاومه بعد ان كشفت طبعا بالاشتباك المسلح، وادى ذلك الى قتل ضابط اسرائيلي بالاضافه الى اصابه اخر. حتى هذه اللحظه الردود على ما حصل أمس، قامت المقاومة الفلسطينية بإطلاق رشقات من الصواريخ تجاه المستوطنات المحاذية لغلاف غزة، بالإضافة إلى استهداف حافلة في أحد المستوطنات المحاذية للقطاع بصاروخ موجه من القطاع. هذه الحافلة كان فيها إصابة خطيرة حتى هذه اللحظة، المصادر الرسمية لم تتحدث عن وفاة هذا المستوطن الذي أصيب إصابة خطيرة كما تحدثت المصادر الطبية الإسرائيلية. إذن الأوضاع حتى هذه اللحظة استمرار في إطلاق الصواريخ من قبل المقاومة الفلسطينية تجاه المستوطنات المحاذية لقطاع غزة، بالإضافة إلى أن الاحتلال الإسرائيلي حتى هذه اللحظة يمارس عملية القصف المستمر على بعض المواقع في شمال القطاع حسب ما يصلنا. الصور الواردة من الإعلام الإسرائيلي هي كما نشاهد حاليا، هو احتراق عدد من او احتراق منزل جراء سقوط احد الصواريخ على هذا المنزل، بالإضافة الى ان هناك حديث من المصادر الطبية الإسرائيلية عن عدد من الإصابات، لكن المصادر الرسمية حتى هذه اللحظة لم تؤكد هذا الخبر، لكن ما نؤكده هو استمرار إطلاق الصواريخ من قطاع غزة تجاه المستوطنات المحاذية للقطاع. طبعا كان هناك تصريح من الغرفة المشتركة لفصائل المقاومة الفلسطينية والتي حذرت فيها الاحتلال الإسرائيلي انه اذا ما تمادى في إطلاق الصواريخ، يعني هناك أيضا يصلني أن هناك إصابة حتى هذه اللحظة من قبل أحد المواطنين في قطاع غزة شمال القطاع، وصلت إلى المستشفى الأندونيسي. لازلنا أيضا مشاهدينا نتابع مجريات الأحداث. كما قلنا لكم، الإعلام الإسرائيلي أورد قبل قليل عدد من الصور والفيديوهات لاستهداف الحافلة الإسرائيلية، بالإضافة إلى أيضا احتراق أحد المنازل التابعة للمستوطنين جراء استهدافه بصاروخ من قبل المقاومة الفلسطينية، بالإضافة إلى أن القبة الحديدية تحاول التصدي لعدد من الصواريخ التي تطلقها المقاومة الفلسطينية والتي يسمع دوي انفجاراتها في مختلف مناطق قطاع غزة في كل لحظة وفي كل حين. الأوضاع حتى هذه اللحظة لا تزال تتدحرج تدريجيا. المقاومة تحذر الاحتلال أنه إذا ما تمادى في الرد والعدوان كما أسلفوا على قطاع غزة والرد يعني في إطار الرد على هذه العمليات، فإن المقاومة ستوسع دائرة القصف ودائرة التصعيد من قبلها. إذن لازلنا مشاهدينا نتابع. كما تلاحظون هذه أحد الصواريخ الآن تنطلق تجاه المستوطنات الإسرائيلية. هذا الأمر متوقع الآن في كل لحظة. المقاومة كما قالت ستستمر في استهدافها وردها على هذه العملية التي كما تحدثنا لا زال الردود عليها حتى هذه اللحظة متواصلة. إذن مشاهدينا، الوضع حتى هذه اللحظة كما تحدثت الغرفة المشتركة لفصائل المقاومة الفلسطينية أنها ستواصل قصفها ردا على الجريمة التي ارتكبها الاحتلال أمس في جنوب قطاع غزة، تحديدا في منطقة خان يونس. طبعا الآن يصلني تعليمات من قيادة الجبهة الداخلية للجيش الإسرائيلي. طبعا يطلب الآن من سكان مستوطنات المحاذية للقطاع بالبقاء في الملاجئ. أيضا هناك حديث عن حظر التجمعات في
في مستوطنات قطاع غزة، وأيضا يتم الطلب من سكان مدن نتيفوت وأوفكيم البقاء في المناطق المحمية أي الملاجئ، بالإضافة إلى أنه يطلب من سكان بئر السبع وزدود البقاء بالقرب أيضا من الملاجئ، هذا حسب ما طلبت منهم قيادة الجبهة الداخلية للجيش الإسرائيلي. الآن أيضا يصلني أن هناك دوي لصفرات الإنذار في منطقة إجبار عام وساحل عسقلان، وهذا يأتي كما تحدثنا ضمن تهديدات المقاومة بالأخذ بالثأر لما حصل أمس من الاعتداء الإسرائيلي على جنوب قطاع غزة، والذي أدى إلى استشهاد 7 من الشهداء كما لاحظنا وتابعنا خلال أمس واليوم. إذن مشاهدينا، مجريات الأحداث كما قلنا تتواصل وتتدحرج في كل لحظة. المقاومة تمطر المستوطنات الإسرائيلية بوابل من الصواريخ، وكما قلنا لكم حتى هذه اللحظة هناك محاولة من الجيش الإسرائيلي لصد هذه الرشقات الصاروخية عبر القبة الحديدية، وأيضا عبر إطلاق صواريخ اتجاه بعض المواقع التابعة للمقاومة الفلسطينية. في مثل هذه الأمور متوقع أن يقوم الجيش الإسرائيلي بقصف عدد من المواقع التابعة للمقاومة. في كل الحالات كان هذا الأمر يحصل، لكن حتى هذه اللحظة فقط المقاومة هي التي تسدد الضربات كما نقول، ولازلنا نراقب ونتابع معكم في كل لحظة. طبعا حتى هذه اللحظة أيضا الأخبار تصل أن المقاومة مستمرة في ردها على ما حصل أمس من الجريمة التي كما تصفها المقاومة، الجريمة التي أودت باستشهاد 7 من المقاومين. أحاول أن أضعكم في ما يتحدث به الإعلام الإسرائيلي من خلال المتابعة الدائمة. نعم، إذن الآن يصلني 10 إصابات، بينهم 3 من سديروت أصيبت في شظايا في الصدر والساق كما تتحدث المصادر الطبية الإسرائيلية. إذن مستشفى برزلاي الإسرائيلي يتحدث عن 10 إصابات وصلت إلى المستشفى، بينهم 3 إصابات من مستوطنة سديروت شمال قطاع غزة. إذن هذا التطور الحاصل كما نلاحظ أن الصواريخ الآن تقع في وسط المستوطنات وتصيب عدد من المستوطنين بجروح. إذن 10 إصابات حتى هذه اللحظة في صفوف المستوطنين بفعل الرشقات الصاروخية التي تطلقها المقاومة الفلسطينية حتى هذه اللحظة. أود التأكيد إلى أنه هناك قصف إسرائيلي شمال قطاع غزة، لكن نتابع مجريات هذا القصف وما أودى به هذا القصف. حتى هذه اللحظة هناك حديث عن إصابة وصلت المستشفى الأندونيسي، لكن لم يردني حتى هذه اللحظة معلومات عن ماهية هذه الإصابة. وأيضا هناك حديث عن شهيد شمال قطاع غزة بفعل هذا القصف. على كل حتى هذه اللحظة صورة الوضع وإجمالي الوضع حتى هذه اللحظة كما تحدث هو قصف مستمر من المقاومة الفلسطينية، كما نتابع ردا على ما حصل أمس من قبل الاحتلال الإسرائيلي، بالإضافة إلى أن المقاومة تمكنت من إصابة أحدى الحافلات التابعة للمستوطنين وأصابتها إصابة مباشرة بصاروخ موجه أدى إلى إصابة خطرة في صفوف أحد المستوطنين. أيضا كما أسلفنا هناك 10 إصابات حتى هذه اللحظة في مستوطنة، 3 منها في مستوطنة سديروت ووصلت مستشفى برزلاي الإسرائيلي. هذه هي حتى هذه اللحظة مجمل الأوضاع. في كل لحظة وأخرى سأضعكم في تطورات الوضع، وأترك لكم الصورة لمتابعة الصورة من قطاع غزة.